واحد بيقول انا كنت حضرت قداس لاحد الاباء فقال في العزة ان الله يعاقب خطايا الاباء في الابناء. يعني مثلا لو بابا مشي مش بيروح الكنيسة ولا يتناول ولا يعترف ولا يذهب الى الكنيسة الا في الافراح والجنازات، يعني انا حظ في الدنيا قليل وقطع في حياتي؟ لا، دي ملهاش دخل ابدا. يفتقد ذنوب الاباء في الاباء اللي كانت في العهد القديم. وفي سفر حزقيال للنبي اصحاح 18 يقول لا يعود يعرف بينكم هذا المثل ان الاباء اكلوا الفصر واسنان الابناء درس، وانما ذنب الابن يكون عليه وذنب الارض يكون عليه. اما حكايتي افتقدتها في الابناء دي بعض اشياء بتكون نتيجة خطية الاب، تعب للابن. زي اب مثلا ضيع امواله بعيش مسرف يبقى ابنه هيطلع فقير، او ساب لابنه ديون برضه هيطلع كده. لكن خطيه خاصه